السلام عليكم. عنوان المحاضرة Algorithmic State Machine, مختصر ASM. الـ ASM is another approach of designing synchronous sequential network using flowchart. الـ ASM هو طريقة أخرى لتصميم الدوائر المتسلسلة المتزامنة باستخدام الفلوتشارت. الفلوتشارت مسبقا ماخذي بالبرمجة. الـ ASM allows handling more complex system than state diagram. فائدة الـ ASM أو فرقة عن الطرق السابقة اللي أخذناها حتى نصمم دائرة متسلسلة متزامنة هو بأنه الـ ASM يستخدم لتصميم الدوائر المتسلسلة المتزامنة الأكثر تعقيد من ناحية استخدام أكثر عدد من اللوجيك جيت أو الفليب فلوبس. ASM chart can be divided into three blocks as. الـ ASM يتم تقسيمه إلى ثلاث أجزاء أساسية. الجزء الأول هو الـ state box, الجزء الثاني decision box, والجزء الثالث هو الـ conditional output box. الجزء الأول اللي هو الـ state box نلاحظ راح يكون بشكل مستطيل كما موضح بالصورة. هنا نلاحظ الـ state name أو اسم الـ state يكون داخل دائرة, داخل هذه الدائرة اسم الـ state. مثلا state 0 يتم كتابة S0 داخل الدائرة. نلاحظ خارج المستطيل يوجد الـ optional state code, أي يكون هذا optional أما يتم وضعه أو لا يوضع, ويمثل الـ state code. الـ state code يعني يتم إعطاء كود لكل state حتى نميزها عن الـ state الثانية إضافة إلى الـ state name. وفائدة الـ state code هي إيجاد الـ next state. يتم أخذ أمثلة عنها لاحقا. الـ output هنا عندنا يكتب داخل المستطيل, ولازم أنتبه نوعه موري output. عندنا نوعين من الـ output, أما ميلي أو موري اعتمادا على المشين, أما موري ماشين أو ميلي ماشين. فإذا كانت موري ماشين أكيد الأوتبوت إلها موري أوتبوت, وهنا معنا الأوتبوت راح يعتمد على البريزنت ستيت فقط مثل ما وضحنا مسبقا. أما الميلي أوتبوت ما ينكتب داخل الستيت بوكس, فقط موري أوتبوت اللي قلنا يعتمد على البريزنت ستيت فقط, بينما الميلي أوتبوت يعتمد على الـ present state والـ input وما يكتب داخل الـ state box, يكتب ضمن الـ conditional output box اللي ناخذه في الصفحة التالية. الشكل الثاني للـ state box يكون شكل B, نلاحظ أيضا يكون شكله مستطيل, وهنا أيضا نكتب الـ state name ونكتب الـ state code, لكن هنا عندنا ما نكتب الاوتبوت وانما نكتب عملية حسابية مثلا زيادة بواحد نقصان بواحد. هذا المثال هنا عندنا متمثلة بالرجستر اوبريشن او عملية الرجستر, هي اي عملية حسابية زيادة او نقصان او مساواة. مثلا الاي ماخذي كاونتر, فهنا عندنا اي زائد واحد معناه ازيد الكاونتر بواحد, والناتج النهائي يخزن باي. أي ناقص واحد أنقص الكاونتر من واحد والناتج النهائي يخزن بأي. هذا مثال. فهنا عندنا ممكن ضمن الـ state box نكتب الـ output نوعه موري, أو نكتب عملية حسابية هي زيادة كاونتر أو زيادة flip flop. هذا المثال ماخذين كاونتر. بالأمثلة لاحقا ناخذ flip flop. الجزء الثاني للـ ASM chart يسمى decision بوكس. لاحظ شكله يكون بشكل دايموند, وياخذ احتماليًا, الاحتمال الأول هو إذا كان واحد يكون ترو, والاحتمال الثاني صفر راح يكون فولس. يوضع داخل الديسيجن بوكس الانبوت أو اوتبوت. في حالة إذا أريد أتشيك انبوت, مثلًا هنا وضعت انبوت, في حالة أريد أتشيك انبوت اللي هو اكس, في حالة الاكس واحد راح يكون الخروج من هذا الجانب, وإذا كان الأكس صفر يكون الخروج من هذا الجانب. وممكن وضع output في حالة يعني طلب تشييك
الاوتبوت، اتشيك الاوتبوت اذا كانت قيمته صفر او كانت قيمته واحد. هنا بهالمثال وضعت انبوت، فهنا نستخلص بانه ديسيجن بوكس يستخدم في حالة اذا اريد اتشيك قيمة معينة سواء كانت انبوت او اوتبوت في حالة ترو او فولس. ناخذ مثاليا على استخدام الديسيجن بوكس. في حالة هنا بهالمثال اريد اتشيك 1 انبوت اللي هو رمزه x، فهنا استخدم بما انه دا تشيك 1 انبوت فاستخدم 1 ديسيجن بوكس مثل ما لاحظ بهذا الشكل. في حالة الترو راح يكون واحد يخرج من هذا الباث او المسار، في حالة الفولس اللي هي صفر يخرج من هذا المسار. هنا قلنا داخل الديسيجن بوكس قد يكون انبوت او اوتبوت، لكن هذا المثال الاكس هو انبوت. في حالة عندي اذا اريد اتشيك، هذا مثال اثنين، اتشيك 2 انبوت وليس 1 انبوت. الاحظ اذا اريد اتشيك 2 انبوت مثلا x1 و x2، الديسيجن بوكس راح يكون بهذا الشكل. هنا عندنا في حالة x1 وال x2 2 انبوت احتاج الى استخدام 3 من الديسيجن بوكس. نوضحها بهذا الشكل، ال x1 يكون بالبداية وال x2 يكون 2 ديسيجن بوكس الها. هنا عندنا ال x1 شلون اقرا قيمها؟ الصفر صفر راح تكون هنا هذا الصفر وال x2 صفر، الصفر واحد بهذا الجانب. الواحد صفر راح يكون عندي ال x1 واحد وال x2 صفر، فراح يكون هذا السهم يشير الى حالة الواحد صفر، يعني ال x1 واحد وال x2 صفر. بينما الواحد واحد راح يكون عندي ال x1 واحد وال x2 واحد، فراح يكون عندي هذا السهم، راح يكون المسار بهالشكل. فهنا عندنا اذا اريد استخدم 2 انبوت او اريد اتشيك 2 انبوت في حالة 0 0 0 1 1 0 او 1 1، استخدم 3 من الديسيجن بوكس اللي هي الديسيجن بوكس الاول للمتغير الاول سواء كان قلنا انبوت او اوتبوت، وال2 ديسيجن بوكس الثانية للمتغير الثاني حتى ياخذ 4 احتمالات اللي هي 0 0 0 1 واحد صفر واحد واحد. طبعا كل decision راح يؤدي لي الى خروج من مسار مختلف، مثلا هذا path واحد، هذا path اثنين، path ثلاثة، path اربعة، اعتمادا على قيمة الادخال اللي هي تختلف. فهنا عندنا بهاي المثالين نوضح بانه decision box نستخدمه واحد في حالة دا تشيك قيمة واحدة، واستخدم ثلاثة من الديسيجن بوكس في حالة اريد اتشيك اكثر من قيمة واحدة واللي هي تكون قيمتين. الجزء الاخير للاي اس ام شارت يسمى conditional output box. الconditional output box يكون شكله بهذا الشكل البيضاوي. طبعا الconditional output box هذا نستخدمه فقط عندنا في حالة نوع الاوتبوت ميلي. في حالة نوع الاوتبوت ميلي راح استخدم الconditional output box. وهنا عندنا ايضا يتم استخدامه في حالة عندي الاوتبوت قيمته واحد، يعني الاوتبوت active high. ناخذ مثال عن الASM chart الموضح بهذا الشكل. بالبداية عندي ألاحظ one state اللي هي الS1، نكتب الستيت مثل ما وضحنا مسبقا داخل دائرة واسمها S1 أو S0 أو ASM. هذا المثال اسم الستيت هو S1. هنا عندنا نستخدم الستيت بوكس يكون بشكل مستطيل. داخل state box نضع الموري output اللي هو y1 و y2. هذا مثال بس نوضح شلون نستخدم الـ ASM chart وشلون ندمج المكونات او الاجزاء الثلاثة الاساسية اللي هي state box يكون بشكل مستطيل، والdecision box يكون بشكل معين، والجزء الثالث والاخير اللي هو conditional output box، وهذا اما نستخدمه أو من استخدمه اعتمادا على المثال أو صيغة السؤال. نستخدم الconditional output box في حالة الميلي output ويكون عندي واحد، وعنده حالات أخرى للاستخدام أيضا نوضحها بالأمثلة اللاحقة. هسه هنا عندنا نرجع للمثال الـ y1 والـ y2 هي موري output،
واضح داخل الستيت بوكس. هنا عندنا الانبوت اكس 1 دي تشيك الاكس 1 اذا كان صفر فهنا حيفعل الواي 3 وواي 4 اللي هي الميلي اوتبوت، وبنفس الوقت بعد ما يفعلها ينطيها لوجيك 1 راح ينتقل الى الانبوت اكس 2 اللي هو يعتبر الانبوت الثاني بالدائره، وايضا يتشيك اذا كان صفر راح يخرج الى path 1. طبعا هذا path 1 يعتبر next state، يعني state اخرى. هنا عندي مو s1، هنا قد تكون s2 s3. المهم الخروج هو الى path 1 يعني next state. في حالة ال x2 عندي واحد راح يخرج الى path 2، وهذا بهالحالة انتهينا من ال x1 يساوي صفر. في حالة ال x1 يساوي واحد راح يتشيك هنا عندنا ال x3 اللي هو متغير ادخال ثالث، اذا كان صفر راح يفعل الواي 5 يعني يعطيها لوجيك هاي ويخرج عبر باث 3، واذا كان واحد اللي هو الاكس 3 يساوي لنا واحد اللي هي ترو راح يخرج عبر مسار او اكزيت باث رقم 4. قلنا الاكزيت باث اللي هي 1 2 3 4 تمثل النيكس ستيت. فهنا عندنا هذا مجرد مثال توضيحي يوضح شلون ندمج المكونات الثلاثة الأساسية للأي اس ام شارت اللي هي الستيت بوكس والديسيجن بوكس والكونديشنال اوتبوت بوكس. هذا الشرح هو نفسه اللي وضحته كتبته بشكل نقاط. Conversion of state diagram to ASM chart. هذا الموضوع راح نتعلم شلون نحول الستيت دايجرام الى ASM chart. ناخذ مثال draw ASM chart for SR flip flop. فهنا مطلوب من عندي رسم ال ASM chart لل SR flip flop. طبعا ال characteristic table ال SR flip flop ثابت عندي هذا، فأحول هذا الـ Characteristic Table إلى الـ State Diagram، وبعدين من الـ State Diagram أحوله إلى ASM Chart. بالبداية لاحظ عندي 2 State اللي هي Q يساوي 0 و Q يساوي 1. هنا عندنا بالـ Q يساوي 0 في حالة الانبوت الـ SR 0 0 و 0 1 و 1 1 نلاحظ السهم ده يرجع على نفس الستيت ما ينتقل إلى next state. وفي حالة الانبوت يكون عندي 1 0 اللي هي حالة السيت نلاحظ السهم ينتقل إلى next state اللي هي Q يساوي 1. بالستيت الـ Q يساوي 1 في حالة الـ SR 0 0 نلاحظ السهم يشير إلى نفس الـ State ما ينتقل، لكن إذا كان الـ SR 0 1 أو 1 1 فنلاحظ السهم ينتقل إلى الـ State اللي هي Q يساوي 0. بعد ما حصلت على الـ State Diagram للـ SR Flip Flop اعتمادا على Table يتم تحويل القيم الثنائية إلى Boolean Expression. مثلا هنا عندي الـ SR يساوي 0 0 0 1 1 1، أقارن الـ 0 0 مع 0 1 شنو عندي المشابه اللي هو الصفر الأول والصفر الثاني، فهنا عندنا هذا شي يمثل S داش، لذلك أكتب هنا S داش. بعد ما أقارن الأول مع الثاني أقارن الثاني مع الثالث اللي هي 0 1 والواحد واحد، فهنا أنا ألاحظ شنو عندي مشابه مشابه الـ R فأكتب R يصير عندي S داش زائد R. نفس الإجراء على حالة السيت اللي هي الـ SR يساوي 1 0، هنا أنا ما عندي أقارنة مع أي قيمة ثنائية أخرى لذلك راح أخذه بشكل S لأنه الـ S هو 1 والـ R كونه 0 راح يصير S في R داش، فأكتب هنا S في R داش. أخذ القيم المتشابهة بعد ما ألاحظ عندي مشابه صفر مع صفر أترك المختلف، فهنا صفر مع صفر يمثل ضمن الـ R ضمن خانة الـ R داش فلذلك أكتب R داش.
وهنا عندنا حالة الريسيت في حالة الاس ار يساوي 0 1 و 1 1. اقارن الصفر 1 مع 1 1 اخذ المشابه اللي هو 1، فهنا حيصير عندي ار بدون داش لانه قيمة الار هي 1. لو كانت اصفر راح تكون ار داش، فهنا انا طالما الار 1 راح يكون هنا عندي ار. بعد ما حصلت على هذا الستيت دايجرام اللي يكون مختصر او اقل الستيت دايجرام السابق، لانه السابق كان عندي تفاصيل اكثر للاس والار، حولت هذه القيم كلها الى بوليان اكسبريشن. بعد ما حصل عليها راح احول هذا الستيت دايجرام الى اي اس ام تشارت. هنا عندنا هذا نفس الستيت دايجرام عدد كتابته. الاحظ حتى احول هذا الستيت دايجرام احتاج الى تو ستيت بوكس اللي هو الستيت الاول والستيت الثاني. هاي كيو يساوي صفر، هاي ستيت مثل ما وضحنا مسبقا داخل ستيت دايجرام حتى احدد الستيت باستخدام دائره. فهنا عندنا بما انه عندي دائرتين فهنا عندي تو ستيت، فامثلها داخل الاي اس ام تشارت بالمستطيل الاول والمستطيل الثاني. هذا في حالة الستيت صفر وهذا في حالة الستيت واحد. هنا عندي اخذ الديسيجن اللي هو اس دوت ار داش، يعني اخذ السهم اللي دا يخرج من الستيت فقط، السهم اللي دا يرجع بالستيت ما اخذه لانه هذا دا يرجع لنفس الستيت. اني احتاج البوليان اكسبريشن اللي تخرج من الستيت وليس الداخله لنفس الستيت. فحتى اخرج من ستيت اللي اسمها كيو يساوي صفر واذهب الى ستيت ثاني اللي هي كيو يساوي واحد، فحتى اخرج من الستيت اللي كيو يساوي صفر الى كيو يساوي واحد لازم عندي الاس دوت ار داش يكون ترو. فهذا الشرط راح اعبر عنه باستخدام الديسيجن بوكس. فهنا عندنا اس دوت ار داش اذا كان ترو ينتقل الى الستيت الثانيه، واذا كان فولس اللي هو صفر راح يرجع مثل ما موضح بالسهم الى نفس الستيت. يتم اخذ الاس دوت ار داش في حاله الترو اللي موجوده على هذا السهم اللي خارج من الكيو صفر، نفس الاجراء تبعه مع الكيو يساوي واحد. السهم داخل الستيت اتركه، بينما السهم اللي يخرج من الستيت اخذ البوليان اكسبريشن اليه، وفي حالة الترو ينتقل الى نيكس ستيت اللي هي كيو يساوي صفر، وفي حالة الفولس يرجع الى نفس الستيت. فهنا عندنا الكيو يساوي واحد. نلاحظ الديسيجن بوكس مستخدمي ار لانه عندنا هذا الار موجود على السهم اللي خارج من الستيت اللي اسمها كيو يساوي واحد وذهب الى ستيت الثانيه اللي هي كيو يساوي صفر، فاخذ الار لانه تمثل السهم اللي دا ينتقل من ستيت الى اخرى اخليها بالديسيجن بوكس، وفي حاله الصفر راح ترجع على نفس الستيت، وفي حاله الواحد تنتقل الى الستيت الاولى اللي هي كيو يساوي صفر. فهذا يمثل الـ ASM chart للـ SR flip flop. نلاحظ عندنا 2 state box 2 decision box. هنا عندنا أي أخراج ما موجود بالدائرة، لذلك ما استخدمت الـ conditional output box.